متابعينا كنرحب بكم في عرض جديد من عروض شقق فاس. جبنا لكم شقق في المتناول من ناحية الثمن والمكون ديال الكتاب. هنا في تجزئة فاطمة الزهراء في بناية من اير بلس 3 8 المقاول، استعملنا ابواب بلاندي في المداخل، الام دي اف التقسيم ديالها جميل. اوفر لي متابعينا كنرحب بكم في عرض جديد من عروض شقق فاس. جبنا لكم شقق في المتناول من ناحية الثمن وفي موقع جميل، شارع محمد السادس، من أجمل المواقع، قريب لك سونتر فيل شونت كورس، وكذلك طريق السيار، وقريب لك كذلك رومبوان ديال الكتاب. هنا في تجزئة فاطمة الزهراء في بناية من اير بلس 3 8 ديال السكان، جوج ديال السفالة وستة ديال لي زابارتومون. نعطيكم الشقة بمساحة ديال 65 متر، كنموذج لا فينيسيون وكذلك التصميم. المقاول استعملنا أبواب بلاندي في المداخل. المدخل ديال الشقة كنلقاو هاد الاستقبال عبارة عن صالون وكذلك السيجور. الدخلة ديال لابارتومون بهجة، عطاتك المساحة ممكن دير فيها صالمونجي ودير كذلك السيجور، وبالقرب منه دير صالون بلدي. الإطلالة ديال الشقة جميلة على الملتقى ديال الطرق، عطاتك إطلالة تقريبا سون فيزافي، شرجم كبير كيعطيك الإضاءة وكذلك الفروجية للشقة، وبريد ديالو إلكتريك، ديزاين طاغي عليه السامبل. الشقق بجوج ديال الحمامات وبجوج ديال الغرف، كل غرفة فيها البلاكار ديالها. هذا الحمام الأول مزلج في الحيطة من الأرض حتى البلافو، كيتواجد فيه حمام رومي وكذلك الدوش. كندخلوا للغرفة الرئيسية كنلقاو فيها بلاكار وكذلك حمام، ومفتوحة كذلك على بالكون. البلاكار بجوج ديال البيبان كوليس، والحمام كذلك بجميع الاكسسوارات اللي كتحتاجون في الحمام ديالك، ومزلج في الحيطة من الارض حتى البلافو. ديكور جميل، الراس ديال الناموسية بلانستالاسيون ديال لي طابل بنوي وكذلك بلا تيليفزيون. والاجمل في الغرفة مفتوحة على بالكون. المقاول استعملنا في المداخل ديال الغرف أبواب عبارة عن هيطر. الغرفة الثانية كذلك بالبلاكار ديالها، بالنسبة للإطلالة ديالها كتطلع على لاكور. العرض ديال لاكور 10 متر، بلاكار بجوج ديال البيبان كوليس مقسم ومغلف كما ينبغي. بالنسبة للصباغة اللي كتواجد في القلب ديال الشقق، بلانت بلاتينية والزليج كذلك حجم متوسط. المطابخ مقسمة بالام دي اف، التقسيم ديالها جميل، ووفر لنا بلاصة لاهوت وكذلك بلاصة ديال المصبانة ولانستالاسيون ديال الشوفو. بالنسبة للإطلالة ديال المطبخ على لاكور، مطابخ مزلجة كذلك في الحيطة من الأرض حتى البلافو. عندك جوج ديال لي زابارتومون في الطبق، عندك السطح والدروج وكذلك الكراج ديال السيارات، كملكية مشتركة ما بين 8 ديال السكان. الشقة اللي في المقابل بنفس التصميم وبنفس المساحة تقريبا، حتى هي بجوج ديال الغرف، جوج ديال الحمامات، صالون وكذلك السيجور. الغرف بجوج فيهم البلاكار والمطبخ وكذلك بالكون. بالنسبة للثمن ديال الشقق، كثمن أول قابل للتفاوض هو 42 مليون سنتيم. ما عليكم غير تزوروا الشقق وتطلعوا عليها بشكل مباشر، وغتلقاو شقق بمساحات كبيرة في نفس الموقع على الصفحة ديالنا على الفيسبوك، وكذلك على الانستغرام شقق فاس، وكذلك القناة ديالنا على اليوتيوب شقق فاس. وإلى اللقاء.
إلى عرض جديد من عروض شقق فيس.